واحد مترجم ليه اسمه محمد الفرغلي، انا اغايته انا على يقين والله اعلم والله اعلم انه اي زول يقرا كتب الصوفيه دي ودائر الحق والله بيتركون، والله الذي لا اله غيره. قال شيخ اسمه محمد الفرغلي، قال من الكرامات، ذكر له ذكر ترجمته، قال وخطف التمساح بنت مخيمر النقيب، قال فجاء إلى الشيخ وهو يبكي فقال له يا شيخ التمساح خطف ابنتي. بنت الوداء البحر شنو ذاته؟ ده مش سؤال، بنته مشت راس السنة ولا مشت مع ذاته البحر الوداء شنو؟ قال خطف التمساح. قال فجاء إلى الشيخ وهو يبكي قال يا شيخ التمساح خطف ابنتي. قال فقال له الشيخ محمد الفرغلي اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. فذهب إلى البحر فقال يا تمساح تعال كلم الفرغلي. فخرج التمساح كالمركب. في تمساح بيعرف الفرغلي؟ التمساح ده مش الزول بيعمل حسابه؟ أنا والله ما لقيت لي حلاوة اسمها حلاوة التمساح. يا كبريتة التمساح تحرق، يا موس التمساح، ده التجار قاعدين، موس التمساح أقوى أنواع الأمواس، من أقوى الأنواع. يا تمساح في الدلالة بتاع عربات، والله إيه؟ لقاك تمساح فيه خير في التماسيح اللي فوق دي، خليك جوا ديلك. طيب قال والتمساح ذاته عرف بيت الزول ده كيف؟ كان ما زميله الزول اللي عرف بيته كيف؟ قال فخرج التمساح من البحر كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جارية حتى وقف ببيت الشيخ، والله مكتوبة كده، لحد ما وقف جنب بيت الشيخ جنب الباب، تمساح بعرف الشيخ هاي. قال فقال له، فخرج الشيخ ومعه الحداد فأمر الحداد بقلع جميع أسناني. قال الحداد كسر أسنان التمساح ده، والتمساح فاتح خشمه، داق عليم ربه جاب لا جنة وشاكوش شغال، افتح خشمك يا تمساح لا بنج ولا ايش، كشلوا والتمساح الدرويش الصوفي قاعد ساي، تمساح ذاته عليم ربه معاون، والله متفقين الناس ديل ولا الحاصل شنو؟ قال انا ما ضحكني دي، انت عارف نهاية القصة ضحكتني مرة واحدة. قال ثم امره بلفظها، قال لا طرشة. قال فخرجت حية مدهوشة، قالت انا بعد قرمشه. قال لا، قالت انا كنت وين؟ كنت وين؟ جنب الكوبري، ما كنت في بطن التمساح، انت ما عارفه كنت وين؟ قال انا ضحكني نهايه القصه دي، ختمت انت عارف قال شنو؟ قال ثم اخذ العهد على التمساح، قال لا تعود تخطف انسانا وانا حي، انا في البلد دي يا تمساح شوف لك بلد ثانيه، الناس دي ما تاكل رزق ما فينا. قال فرجع التمساح الى البحر ودموعه تسيل، والله شيل وجراح عديل كذي بكاه وعديل كذي، عليك الله زول ببكي التمساح ده انا بخش معاه، تمساح بكاو كرر ده بخش معاه، ودك ضيف سايق هذا الشيخ اللي تقص يخش له جوا. يا ناس تلعبوا بالدين يا اخ، ما في شيوخ بيعملوا شيء والله الذي لا اله الا هو، كلهم كذابين سايق.